السلام عليكم، اخباركم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هبدا اقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده ان شاء الله نعمل رز باللبن بطريقه بسيطه وسهله واحلى من المحلات. شايفين ما شاء الله تكاته وحركاته وجماله، يعني ان شاء الله هتاكلوا احلى رز باللبن لو جربتوه بالطريقه دي بصراحه، وبتركات جميله جدا. فتابعوني لاخر الفيديو ان شاء الله، وان شاء الله يعجبكم. شايفين ما شاء الله ملمسه كريم ازاي؟ هنتعلم ازاي نعمله بالشكل ده. يلا نشوف المكونات. عندي كيلو لبن ساقع، وعندي هنا فانيليا سايله وممكن تستخدموا الباودر، وعندي هنا 4 معالق كبيره من السكر، وممكن تزيدوا كمان السكر على حسب رغبتكم، وعندي هنا 3 معالق كبيره من القشطه، كوبايه ميه، 2 معالق كبيره سمنه بلدي، كريم شانتيه سائل، وعندي كوبايه رز مصري غسلها كويس ومصفياها بالشكل ده. تعالوا نشوف الطريقه. بجيب صينيه او حله واحط فيها الرز وكوبايه الميه على نار هاديه لحد ما الرز يشرب الميه بالشكل ده. بعد كده نبدا نحط اللبن تدريجيا على الرز، يعني اول شويه بس عشان الرز يشربه كويس، على نار هادية وأقلب فيه كده لحد ما يشربه، ونفضل نزود لحد ما نوصل للقوام المظبوط اللي هتشوفوه بعد كده. لما بحط اللبن تدريجيا على الرز بيبقى فارق كتير جدا في طعمه، وأفضل أزود فيه لحد ما يستوي الرز ويديني القوام المظبوط. طبعا كل ده على نار هادية، وأقلب فيه لحد ما يستوي عشان ما يتحرش مني وما يشطش مني، لازم ايدي فيه. بنزل عليهم بالسمنة البلدي اللي ذكرتها في المقادير، بتدي طعم رائع للرز، في نفس الوقت بتدي له لمعة حلوة. اهو كده قرب يستوي. بعد كده بنزل عليهم ببقية اللبن لانه قرب يستوي خلاص. وهقلبهم مع بعض لحد ما اوصل للقوام المظبوط اللي هتشوفوه دلوقتي، لحد بس ما ينقص شوية وهتشوف اللي القوام الكريمي والحلو اوي كده. ده قوام المظبوط واستوى كده خلاص. دلوقتي بنزل عليهم بالقشطة وبقلبهم مع بعض، بروح نزل عليهم ببقية المكونات، وبنزل عليهم بقى بالكريم الشانتيه. بصراحة بيدي طعم جميل وتحفة في الرز، هتاكلوا أحلى رز لو انتوا طبقتوا الطريقة ديت. وكمان يعني ممكن تستخدموا كريم شانتيه بودر. صدقوني ما شاء الله يعني جميل ورائع. هنزل بقى عليهم بحبة الفانيليا بالشكل ده واقلبهم. وهنزل عليهم بالسكر، ويا سلام كمان لو عندي كمان بولت ايس كريم فانيليا تحطيه عليه، واو يبقى رائع كده. حطيت السكر على الرز كده استوى، والرز بلبن كده جاهز للتقديم. شايفين ما شاء الله شكله كريمي جدا وما شاء الله طعمه روعة. تعالوا بقى نشوف تكاته وحركاته بعد ما تقدم. ده الشكل النهائي حبايبي بعد ما غرفته في الاطباق. دلوقتي انا احطه في التلاجة عشان يبرد، بس قبل ما احطه في التلاجة بغطي وشه عشان احافظ على طراوته، وبعد كده بروح مقدماه بألف هنا وشفا. اتمنى انه ينال اعجابكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في قناتي. والسلام عليكم.